أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يشترط لوضع الجبيرة الطهارة؟ وكيف المسح عليها إذا كانت في القدم وجزء من القدم ظاهر؟ لا يشترط لمسح الجبيرة أن يلبسها على طهارة، هذا من الفروق بينها وبين الخف، فلو لبسها على غير طهارة يمسح عليها، وأيضا ليس لها مدة مثل الخف، إنما يمسح عليها ما دام محتاجا إلى بقائها ولو طالت المدة، ليس لها وقت. وأما قضية إذا كانت في بعض العضو فإنه يغسل السليم من العضو ويمسح على الجبيرة التي فوق الجرح، يغسل الصحيح ويمسح فوق الجريح. نعم.